السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. طالب معتقلو سجن حماة المركزي المنظمات الدولية بالتدخل العاجل لحمايتهم ورفع الحصار عنهم، وذلك مع تزايد المخاوف من سعي النظام إلى اقتحام السجن مجددا. من جانبه أعلن جيش الإسلام عن مبادرة لتبادل أسرى تقضي بالإفراج عن السجناء مقابل إطلاق أسرى للنظام لدى جيش الإسلام. وينضم إلينا عبر سكايب من حماة أبو هشام الحموي الناطق الرسمي باسم شبكة فداء نيوز. مرحبا بك. بداية، وردنا أن النظام لا يزال يحشد قواته وأن هناك مخاوف من اقتحام السجن، ما المعلومات لديكم؟ السلام عليكم ورحمة الله أخي الكريم، تحية طيبة لك بداية وللسادة المشاهدين. نبدأ. نعم، منذ 7 أيام ولحد هذه اللحظة ما زال المعتقلين مستعصين داخل السجن المركزي، ووردنا منذ قليل أن هنالك حشود ضخمة من عناصر الأمن معهم سيارات إسعاف على مداخل السجن المركزي، ولديهم نية اقتحام كما وردنا من أحد المعتقلين في نعم. داخل السجن المركزي. طيب، كيف تبدو أوضاع المعتقلين اليوم داخل سجن حماة المركزي؟ أخي، حالتهم اليوم كما وردنا من الداخل، نحن دائما لدينا اتصالات مع المعتقلين في الداخل، حالتهم صعبة وصعبة جدا في ظل انقطاع الكهرباء الذي استمر منذ 5 أيام ولهذا الوقت، وأيضا لم يبقى لديهم إلا قلة قليلة من الطعام. أخي، وأنوه على فكرة قد فعلوها ليلة أمس، نعم. بظل الظروف الصعبة يوم أمس حاولوا أن يشغلوا الفرن المتواجد داخل السجن المركزي ليستطيعوا أن ينقذوا أجسادهم التي أنهكها التعب من الجوع، وخاصة أن بين المعتقلين هنالك حالات لديها أمراض مزمنة، لكن النظام سرعان ما اكتشف أمر الفرن فصعد إلى الأعلى حيث تواجد مدخنة الفرن فسكب داخلها ماء وتعطل الفرن بهذه الحالة بشكل كامل. طيب، كيف هي أصداء مبادرة جيش الإسلام بشأن تبادل السجناء مع أسرى لديه، وهل من الممكن أن يقبلها النظام؟ أخي الكريم، النظام اليوم عندما يضغط عليه الثوار بهذه الورقة، هي الورقة يعني ستكون بالنسبة له رابحة، لأنه يعني لديه كثير من المعتقلين، فيبادر بتبادل الأسرى مع جيش الإسلام نعم. من أجل إنقاذ بعض معتقلينه. نعم، أبو هشام الحموي الناطق الرسمي باسم شبكة فداء نيوز، شكرا جزيلا لك.